عندنا سلطة البندورة مع الموتزاريلا، عندنا بندورة وموتزاريلا جرجير وزيت الريحان عاملينه احنا من قبل، وملح البحر وفلفل حب. هلا راح نكرشت، راح نقطعه احنا. راح نبلش شيف. يس اي في اوكي. هلا بدك تبلش تقطع البندورة؟ أنا بلش أقطع البندورة، وأنا رح أبلش أعمل الدريسنج الصوص اللي هي هلا بدنا نشوف المقادير تبعيتها، وهي الخل تبعي وزيت الزيتون. خلينا نبلش نقطع بالبندورة شيف. هلا سلايسز نحن. السلطة أهم إشي بموضوع السلطة إنه تكون المقادير فريش، خصوصا البندورة تكون يابسة. yes. ما تكون طرية، هذيك بتروح للصوصات والمرقات وهاي الأشياء. الطبيخ الثاني هلا أنا رح أحط لك الصحن هون علشان okay. تبلش الدوكر لي فيه، وأنا رح أبلش أعمل الدريسنج تاع الجرجير واللي هو مقاديره هلا رح نشوفها. عندنا عصير ليمون وخل أبيض ومسترد وزيت زيتون وملح وفلفل. تمام شيف. اشوف هلا الحلو بهذا الصحن انه كل ما كان الوان البندوره غير بيطلع احلى المنظر. طبعا. صح؟ هلا كمان خصيصا انه بعصرنا هلا الطبخ صار عم بصير انه كثير فني، صارت زي اللوحه. صح، بتطلع على الصحن كانك بترسم. ما زي ما بيحكوا دائما العين بتاكل. بالضبط، العين بتاكل قبل ما انت تاكل، خصوصا لما يجي الموضوع للسالد. طبعا يا عيني. هاي حطيت الخل وحطيت زيت الزيتون وهي الليمون. روعة 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 روعة. هلا بدنا نبلش نحط البندورة بالصحن. يلا لونها زي ما اتفقنا عشان أنا أحط برج الجرجير بالنص. صح؟ صح. اوكي، أحط شوية ملح، ما راح أكتر، و راح أديرها هون. وسع لي اياها كمان. ايوه روعه شف روعه. هلا احنا بهاي الطبخه السلطه عاملين زيت الريحان. زيت الريحان في له طريقه معينه انها تنعمل، راح انزلها على الفيسبوك، بس هلا على الفيسبوك او على الانستغرام برضو تابعوها. هلا شف ايش رايك تحط لي حبات الموتزاريلا. الموتزاريلا، هاي الجلوفز، وانا رح ابلش احط التاور تبعي بالنص. انو كثير حلوه ما شاء الله. اوكي، لا تقدر تحطوا اي نوع من انواع الموتزاريلا، في عندكم كريمي وفي عندكم اللي بتكون بيور موتزاريلا كامله انه زي ما هي. هلا بفضل انا دائما بحطه يعني بحب الكريمي دائما لانه كمان بيعطي منظر واسكى بيكون. يلا دش لي اياهم كلهم. حط دير 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 شايف قوي قلبك. واو اوكي، نحط شويه ملح البحر بعطي طعمه. واهم اشي بهاي السالاد اللي هو زيت الريحان، بنحط على نفس حبة الموتزاريلا، بيعطي طعم غير